بسم الله الرحمن الرحيم. من قناة البستان الأخضر، أنا قطب عثمان. أدي الورد الناري، تمام؟ شايفين منظر الورد الناري عامل ازاي؟ تمام، نهتم يا جماعة بالرش الحديد والأحماض الأمانية، تمام؟ حضراتكم شايفين. طبعا اتكلمت قبل كده على فيديو على الورد الناري، الفرق ما بين الورد الناري والورد البلدي، تمام؟ زي ما حضراتكم شايفين، ودي كمان شجرة ورد ناري. طبعا أهم حاجة الرش، الأحماض الأمانية والتسميد الحديد. شكرا.